مرحبا بكم. يرسل السجناء إلى السجن كعقاب وليس من أجل عقاب. ربما هذه العبارة تلخص واقع السجون العراقية بين الواقع وما هو منصوص عليه في القوانين. فعلى الرغم من الأجهزة الرقابية الكثيرة لدى الدولة، إلا أن حال السجون صعب جدا، فهو يشهد ملفات فساد كبيرة بين الإطعام والتعذيب والابتزاز. بعد التحري يفتح ملف السجون لنبحث ونتقصى عما يجري خلف القضبان، لكن دعونا نتابع هذه الشهادتين ولنا عودة في الحوار. ابني يعني من شفته من التعذيب وأنواع التعذيب، شهر أنواع التعذيب، حتى من عندهم من التعذيب من تشريع أظافيره أصبعه هذا انقص، صار به مرض وانقص زين. ف التعذيب وأنواع التعذيب، شي اعتيادي هو راح يعترف، بس هو هذا الشيء ما مسوي. عذبوه تعليق، يعني تنتل تشي أظافر تعليق، رجعنا علقوها لي فوق. أنواع التعذيب حكيت وياه، قلت له يما شنو اللي سواه بك؟ ليش هيك؟ ليش يعني شنو هذا صبعك؟ شنو هذا شكلك؟ قال هذا كلي تعاني من التعذيب، هذا كلي تعاني من التعذيب. يوم أنا كل شيء ما عندي، أنا بريء، أنا مظلوم، الدعوة مو إلي، بيها مخبر سري. فما أعرف شو أتصرف، ما نعرف، يعني إحنا لا نعرف أحد، لا ماحود، لا هاي، لا شايفين أحد، لا أكو دليل عليه، لا أكو شاهد عليه، مجرد مخبر سري. مخبر سري قال أني يعني من ضمنهم هو وياهم زين، دولك هم كليتهم طلعوا. ابني ليش ما طلع؟ ابني ما عنده شيء، لا قاتل ولا ذابح ولا أبد، هو خادم وطنه زين. أني هسه أنا هاي أنا عندي ثلاثة شهداء، أخوان اثنين وابن أخويا، وإحنا خادمين وطننا وإحنا حافظين على وطننا، يعني شلون ابني يسوي هذا الشيء؟ ابني ما مسوي، ابني مظلوم، ابني بريء. وراها من مخذوا للتاجي سجن التاجي، بعدين راح السجن الناصرية، المعاناة هناك بالسجن أكلهم مو زين، المعاملة مو حلوة، علاج ما يعني ما يطهم، يعني أنواع هي التمن، اسمها تمن واسمها مرقة شنو، جلد مال دجاجة، جلد مال دجاجة زين. يقولوها ما تقبلها، ما أتقبلها ولا يعني ما نقدر ناكل، إحنا ناكلها إحنا نتقيها. قلت له يما أكلوا شو سوى العديد، شكلك ما ابني ما عرفته، والله ابني رايح منتهي، ابني يعني لو تشوفونه يعني ما تقولون هذا وين كان وين هاي، 14 سنة من عمره راحت، شنو سواه؟ شنو الذنب؟ دعوة مو مالته مو إله، دعوة كيدية، دعوة باطلة من وراء ضباط الدعوة. أنا أشد محمد إشاع رئيس الوزراء السوداني، أنا أم وقلب والد وقلبه محترق على ابني، لأن ابني مظلوم وبريء وما عنده هذا الشيء، وهو منتسب وخادم وطنه. أريد أقابله، أريد أواجه، أريد أحكي وياه، أريد أقول له على المعاناة مال، هي مو بس ابني وإنما مئات 90% ناس كلها مظلومة وكلها أبرياء، لا بيها ولا عليها. احنا شنو ذنبنا؟ احنا عوائل الامهات المعتقلين، احنا دنعاني ما خاصة المواجهة العامة كلش يعني رديئة بشكل رديئة. شو تعاملي معكم؟ والله مو حلوة، والله كل الصياح وكل الترك يعني كلش مو حلوة ويانا، والله بنضل بالشارع بالجزيرة بالتراب قاعدين حائل، والله تكرمون الحيوان احسن من عندنا، الحيوان احسن من عندنا. هاي بالكلها تاجي الناصرية أبو غريب كل السجون هيجي. يعني تتوقعان شو تداوم بالعامة بدائرة الإصلاح التسفيرات كان عندنا سجين، شو يسوي؟ هذا هو بكيفه يقود الدائرة، وبالليل من ينام يخلي حراس عليه سجناء 2 أو 4، يقولوا ماني نايم أنتم تظلون حرس قاعدين علي، ومن يريد يعاقب لسجين، هو يسوي فلقة ويشمره ويحجره. والله من حيث الطعام، ما طعام السجين، احنا الطعام هذا موجود جدول ويمشون عليه، بس ما عندهم حوانيت. اي هاي شو قصد حوانيت؟ حوانيت موجوده تابعه للدائره. اي حوانيت طبيعي. اسعار مبالغه؟ اي اكيد اسعار مبالغه اكيد. شو تفرق عن السوق تقريبا؟ يعني مضاعف 4 مرات هيك. والله. بس احنا شنو الفقير؟ الزنقين ما يفكر بالفقير.
يعني هذا حتى لو سجين منين يروح يجيب؟ ممكن أهله يروحون يداينون، ممكن يبيعون غير شيء، ممكن هواي ناس طلعت من الطريق على مود هاي الشغلة. التعامل مع الناس الجاية زيارة كيف؟ التعامل لا تعامل جيد ويا الناس الجايين، بس شنو يبقون بالمرصاد خصوصا يوم زيارات النساء مواجهة النساء الوحدة الحلوة يبقون عليها، طتهم مجال طتهم ما طتهم مجال يروحون على رجلها وأخوها وابنها بالسجن يضغطون عليها في سبيل يأخذون رقمها ويخابرون من عندهم ومساومات يعني يسوون شغلات سوق مريدي ماكو مثلها. يعني هواي أمور أنت يعني إحنا يوم مو مرة ولا مرتين توقع لقينا نزلاء فوق المدراء داخل الدائرة تحت العلم والقانون. أنا اليوم أردحكي هاي لمحمد الشياع السوداني، أنت سيد رئيس وزراء، أنا جاي أقول لك الفساد اللي عندنا ما صاير والناس كلها جاي تعاني. وطبعا أهم أناشد الأستاذ السيد وزير العدل الأستاذ خالد شواني، لأنه أنا لحد الآن ما مقابل، أنا قابلت الكل حتى الوزير السابق قابلته، قابلت الوكيل مدير عام المعاون الأمني، يعني كلهم ما حد يقدر يحكي ويا هذا المدير. يقول أنا صدام حسين الثاني ما حد يقدر لي، مدير السجن مال أبو غريب، يقول أنا صدام حسين الثاني ما حد يقدر لي، عندي فلوس وبكيفي أروح أشتكي عليهم ويا المعاون الأمني مال العراق كله، أقول له يابا ترى عندنا فساد كذا وكذا، شي دز يدز على الفاسدين يكرمهم، وين تريد أخليك؟ وأني ينقلني. هاي وين داوم؟ هاي داوم بأبو غريب حالياً مفصول تم منها خدماتي. أنا على فكرة سادة المشاهدين ممكن راح يقولون لأنه تم منها خدمات أحكي، لا أنا مو تم منها خدمات أحكيت، أنا من زمان أحكي وعندي أدلة وموجود بصفحتي وبالفيس وأناشد وعندي لقاءات واني مستمر بالدوام، فلا يظنون أني إنسان متقلب أو جيت هسه أحكي لين قطع رزقي. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأكارم، وأرحب بضيفي عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان السابق أنس العزاوي. مرحبا بك يا دكتور. أهلا وسهلا وحياك الله دكتور. ما بعد عام 2003 كان هناك سجون محدودة في العراق لكنها ازدادت ما بعد 2003 وأصبحت تصل إلى 13 سجن في العراق. سؤال يعني ما هو مدى تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء في هذه السجون في مختلف المحافظات والعاصمة بغداد، وبالتالي هل تطابق هذه المعايير أم لا؟ في العراق لا تطبق المعايير الدنيا للسجون فعليا. كون يعني أول لحظة هي موضوعة الاكتظاظ، عدد كبير جدا من السجناء في 28 سجن تصل تقريبا إلى 87 ألف سجين، بينما الطاقة الاستيعابية لكل سجن بأقصى حالاتها لا تتجاوز 4000 أو 5000 سجين. طيب. هذا في السجون الكبيرة يعني مثل الحوت والأبو غريب والناصرية وغيره وغيره. المعايير شنو؟ لكن فعليا مساحة محددة للسجين لو شنو التوجيه؟ طبعا طبعا وفق المعايير الدولية هناك مساحات محددة لكل سجين، بالإضافة إلى تجهيزات، بالإضافة إلى تجهيزات موسمية طبعا، بالإضافة إلى كت أو حصة من الأدوية، وبالإضافة إلى الحصة المعنية فيما يتعلق بالإطعام. أجيك من الأخير، بعد توجيه السيد السوداني خلال تولي الحكومة الجديدة بأنه شكل عن طريق مستشارة رسته وأمير وعلنون العلن على أنه أي واحد تعرض للتعذيب تقديم شكوى، هل من خلال عملكم أنتم رصدتوا حالات راحت لهذا الأمير أو أرسلت لهذا الأمير؟ أكو حالات عندكم الآن مرصودة وبالتالي لا يمكن تفسيرها أمام الحكومة إلا بمباشرة يعني مقابلة مباشرة؟ في تواصل مباشر مع الأخ مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، وهو أحد أعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان أيضا السابق، زميل يعني هم منكم بيكم جيد. أي نعم، لذلك الرجل متفاعل بشكل كبير. طيب. هناك تواصل مباشر معه وفق اللي آخر إحصائية أو آخر إعلان رسمي أعلنه مكتب مستشار سيد السودان لحقوق الإنسان، استقبلوا على الإيميل مكتبة ما يقارب 3000 حالة وادعاء بالتعذيب. هذه الادعاءات والحالات هي جزء من عدها سابق وجزء من عدها لا زال موجود. طيب. فعليا، وهناك الغالبية العظمى يسعى أو ينظر من خلال هذه الادعاءات لغرض الدفع
إعادة المحاكمة ومن ثم انصافت مع مستشار الوزراء. نعم. تم التحقيق بهذه القضايا، تم الوصول إلى حقائق. هناك آليات يعتمدها السيد مستشار حقوق الإنسان فيما يتعلق بإنشاء إجراء المقابلات وإرسال فرق تقصي حقائق وعدد من المحققين والقضاة أيضا بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى متاحين للعمل معه، بالإضافة إلى الفرق الاستعانة بالفرق الرصدية المفوضية العليا لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتلقي الشكاوى، تحليل الشكاوى، ومن ثم طيب الذهاب باتجاه القضاء. مفوضية حقوق الإنسان استكتب بها عضو سابق، وأيضا نعم. أنت يعني ما زلت ناشط في هذا المجال. الله يحفظك. أكو هناك حراك جدي من قبل حكومة السوداني بمحاسبة المقصرين وتشخيص الحالات اللي صارت، سواء تعذيب، سواء قلة إطعام، سواء التعامل مع أهالي النزلاء. لا أقدر أجزم بهذا الموضوع، لأن كون يعني كمية الادعاءات الواردة إلى مكتب حقوق الإنسان هي 3000 ادعاء، يحتاج فترة من الزمن إلى تفصيلها ومن ثم المضي بالإجراءات. لكن تواصل المباشر مع الأخ مستشار دولة الرئيس، هناك جهد فعلي وهناك حث وهناك التزام من السيد السوداني ومتابعة ميدانية مباشرة لإنجاز هذا الملف بشكل كبير، وحتى إعادة تفعيل الملف اللي يتعلق بما تعرض له المتظاهرين أيضا من تعذيب ومن عنف، وأيضا هذا جانب من الجوانب اللي أيضا مفتوحة. راح تناول وياك. طيب. فبالتالي تشعر أن هناك رغبة جدية من السيد السوداني، وخصوصا أن السيد السوداني هذه حكومة السودان كان رئيس، كان وزيرا لحقوق الإنسان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية. كمفوضية حقوق الإنسان خلال عملكم السابق مع الحكومات المتعاقبة، وحتى من خلال وجودكم اليوم في هذا المجال كناشطين أو كمهتمين كمراقبين، هل هناك تعاون من قبل وزارة العدل مع مفوضية حقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني برصد الحالات، الإحصائيات، حالات التعذيب، حالات الإطعام، تعامل الأهالي النزلاء من قبل إدارة السجون؟ يعني مع الأسف التعاطي مع ملف حقوق الإنسان في جميع الحكومات السابقة لم يكن على المستوى المطلوب، لذلك أشر دوليا أن هناك قصور واضح في تعاطي الحكومات مع ملف حقوق الإنسان. طيب. خلال تجربتنا السابقة الخمس سنوات الماضية عاش يعني مررنا أو تعاملنا مع 3 رؤساء وزراء فعليا كانت بدايتهم مشجعة، لكن عندما فعليا ندخل في حقول العمل تبدأ مراحل الانتقاد والتقييم والرصد والمراقبة لواقع حقوق الإنسان، نرى أن هناك رد فعل قوي من يعني رؤساء الوزراء، بعضها يعني يلجأ حتى للإجراءات القضائية في معاقبة أو محاسبة أعضاء مجلس المفوضين أو حتى فرق المفوضية في المحافظات، وهذا يعني كان واضح بشكل كبير خاصة خلال فترة التظاهرات المطلبية في يعني كل حكومات السابقة ما كنت تعاون دكتور العبادي، في عهد تعاون خلينا نقول أبدا في دكتور الحكومة الحالية المهدي، الحكومة الحالية ما تقدر تحكم عليها لأن صار لها شهر ونصف فعليا، لكن يعني متبنياتها باعتبار أنه رئيس الوزراء هو بالأساس كان وزيرا لحقوق الإنسان وكان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وبالتالي هو متعاطي مع هذه الملفات. طيب أجي ملفات السجون ملف أتحدث وياك به. أولا ملف التعذيب، شهدنا حالات كثيرة عرضناها أيضا عندنا بالحلقة وتابعتوها، وأيضا أنتم تابعتوا من خلال ما نشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. حالات التعذيب هذه فعلا موجودة؟ بالتالي الحكومة العراقية لا تعي هناك حالات تعذيب؟ أين دور وزارة العدل، وزارة الداخلية، هاي الأجهزة الرقابية الأمنية تعمل بعيد عن الرقابة؟ شنو التفصيل؟ يعني أغلب الأجهزة الأمنية شوف خلال عملنا واكبنا ويعني اطلعنا وفعلا يعني وصلتنا كثير من الحالات للدعاء. طيب. بالتعذيب، وفرقنا الرصدية أيضا أشرت حالات تعذيب معينة سواء كان في بغداد أو في باقي سجون المحافظات فعليا، وكان تعاملنا حاسم سواء كان مع الإدارات السجنية. كم حالة تقريبا؟ يعني الحالات آخر حالات تقريبا بال 344 حالة، يعني ما يزيد عن 300 حالة. هاي سنة؟ لا، السنوات السابقة يعني السنوات ال 21 فعليا. لكن وهذه طبعا مثبتة فعليا، يعني لا يمكن نكرانها، وهناك إحصائيات رسمية أو أعداد رسمية أيضا، وزارة العدل هي من تزود المفوضية العليا في حقوق الإنسان. حالة من هذه الحالات مرت عليك، حالات التعذيب وكانت غريبة نوعا ما؟
يعني كانت بعض يعني حاله من حالات التعذيب اللي كانت في بغداد فعليا على ما اذكر في 2020 انه هناك حاله تعذيب لاحد السجناء لانتزاع اعترافاته بالقوه وتسببت بوفاته فيما بعد. شنو كان هذا تهمته؟ يعني يقال انه هناك انه تهمته يعني قتل. طيب لكن فعليا هو من اللي يثبت حقيقه التهمه؟ هو القضاء. طيب لكن فعليا لم تكن هناك يعني اجراءات مستكمله في موضوع التحقيق ومن ثم توجيه الاتهام واصدار القضاء الحكم عليه. وبالتالي يعني تم يعني انتهت حياته تحت يد طيب التعذيب. كم حاله يعني اضعنا حياته تعرضت للتعذيب وبالتالي فقد حياته لكن ما بعد وفاته تبين على انه بريء؟ كثير من الحالات. كم كثير حالة؟ من الحالات شخصتها يعني احصائيات ما اقدر اقول لك احصائيه لان يعني فاتني انه اجمع هذه الاحصائيات فعليا او اقدمها لحضراتكم، لكن هي موجوده مثبته فعليا بتقارير رسميه. كل حاله من حالات التعذيب فرديه لو حالات مستمره لا هي منهج يعني الحالة الفردية إذا كانت هناك حالة فردية. طيب. لكن عندما تتجاوز 10 حالات فعليا هناك منهجية بالتعذيب. طيب. هسه منهجية قد لا يكون مثلا لوزارة العدل أو وزارة الداخلية التوجيه أو اليد الطولة بها، لكن فعليا هناك ممارسات فردية من ضباط التحقيق. بعض ضباط التحقيق قد يكون مثلا يتشتر بعض الممارسات من النظام السابق وبعضهم يعني منخرط يجوز في طيب في عدة من خلال عملكم عدة جهات. وهذا منهج التعذيب اللي هو ابتداع من قبل الضابط اللي يحقق في قضية ما، يعني هناك بعض التوجهات اللي تفرض حتى تعطي تقييم لضابط التحقيق. توجهات منين؟ انه يعني بعض التوجهات انه او التوجيهات انه حتى ضابط التحقيق يكون او يقيم على انه ضابط تحقيق ناجح. طيب. عليه تقديم أو انتزاع الاعترافات من سين من الناس من المتهمين. وبالتالي كم أو حجم الاعترافات والمتهمين الذين يدلون باعترافاتهم تحت التعذيب يعتبر تقييم نجاح له في بعض الحالات. طيب المعايير الدولية، الاتفاقات الدولية اللي عقدها العراق، القضاء العراقي ما يعرف أنه هذه موجودة حالات التعذيب، وبالتالي من يجي متهم معترف لقضية ما يرجعه؟ وسمعنا يعني كثير أن القاضي يرجع يقول له هاي شهادتك صحيحة أو لا، ارجع خاف معذبينك وكذا، هذا موجود؟ هذا موجود فعليا. قضاة التحقيق عادة القاضي يتعامل مع طيب ليش مع ما يوحد مع الأوراق والأدلة المقدمة ليش إليه؟ ما يوحد؟ وبالتالي نعم ليش ما يوحد من عدها؟ يعني الحد من هكذا ممارسات يحتاج إلى أولا ثقافة، اثنين يحتاج ضباط التحقيق يكون متمرسين فعلا للتحقيق، ثلاثة يفترض أن ضباط التحقيق يعني على علم ودراية بالحقوق والحريات للمتهم وضمانات المحاكمة العادلة. لذلك شهدنا الكثير من القضاة في كثير من الأحيان يرفض الأوراق التحقيقية إذا كان فعليا متعرض. طيب. إلى التعذيب. أروح الملف الآخر، ملف الإطعام. نعم. هل فعلا يرتقي إلى مستوى ما موجود من اتفاقيات مع شركات، واليوم يتحدثون على ملف فساد بأموال طائلة، أكو يعني وجبات ثلاثة لو فعلا وجبة واحدة وبالتالي هاي الوجبة رديئة مو ذات مستوى جيد؟ في أكثر من حالة سواء كان في المثنى أو في ديالة أو في الأنبار، رصدتوا هذا الشيء في الموصل وفي غيرها، في الحوت وفي في البصرة، كثير من زيارات للسجون أشرنا هذه الحالة فعليا. أنه هناك شكاوى من السجناء بقلة الطعام الوارد لهم او الواصل لهم او الوجبه المخصصه. شنو اللي رصدتوه بالضبط؟ وبالتالي في بعض الحالات كانت الكميات غير كافيه. طيب. في بعض الحالات النوعيه رديئه سواء كان للرز او للصمون وغيره وغيره. في بعض الحالات كان هناك قله بالاعداد المجهزه فعليا للسجناء. في بعض الحالات كانت هناك مثلا وجبتين من اصل 3 وجبات متعاقد عليها باليوم الواحد. هناك تداخل في الوجبات بين الصبح والظهر حتى تضيع مثلا وجبة العشاء. متفقين على أن هناك شبهات فساد؟ فعليا نعم هناك شبهات. طيب. فساد في هذا الجانب، وجانب آخر كان يدفع بالسجناء إلى الشراء من الحانوت، والحانوت في داخل السجون أسعاره مضاعف في 3 في 4 يعني بمعنى القانون الحانوت. وفق القانون الحانوت رسمي؟
طبعا حانوت رسمي. طيب وهناك ليش مناقصات، ليش اسعار مبالغ بها وهناك مناقصات عن الاسعار العاديه؟ يعني اسعار المناقصه اللي حتى ترسى على الشخص اللي مقدم مناقصه لحانوت بالسجن مو يحتاج له الى رشاوي فعليا حتى ترسى عليه المناقصه، فبالتالي يعني لابد انه يرفع اسعاره. في واحده من الملاحظات يعني شخصيا وجهنا كتاب رسمي الى وزاره العدل للمطالبه باعلامنا المعايير الرسميه المعتمده في المناقصات لكي تكون اسعار الحوانيت داخل السجون اسعار مبالغ فيها فعليا. كيف توصل اسعار الايجارات هناك؟ والله ما عندي علم، لان هذه تدري اغلب التعاقدات فيما يتعلق بالاطعام وفيما يتعلق بالحوانيت تحاط بالسريه. اذا انتم تتفقون على انه ما تحدث به اعضاء البرلمان او شخصيات سياسيه من وجود شبهات فساد في ملف اطعام نعم. السجناء والحوانيت، هذا مو اليوم البارحه، يعني احنا مشخصين من خلال عملنا مشخصين من 2018 ومرسله بكتب رسميه الى وزاره الداخليه، وزاره العدل، وزارة الدفاع، ورئاسة الوزراء، لجنة حقوق الإنسان النيابية، لجنة الأمن والدفاع النيابية، ورئاسة مجلس النواب فيما يتعلق طيب. بأطعام في السجن. سؤال أخير، البنى التحتية للسجون العراقية في بغداد والمحافظات هل ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية؟ وبالتالي نعرف أنه الحكم مات 5 سنوات وعشرة وبعضهم يوصل إلى مدى العمر، تتناسب مع مواسم الشتاء والصيف، الحيث التكييف الأرضية إلى آخره؟ ابدا، ليس جميع في اغلب السجون لا ترتقي الى هذه المعايير الدوليه من حيث الاعداد، من حيث التجهيزات، من حيث التجهيزات الـ ما يتعلق بالملابس، التجهيزات الصيفيه والشتويه للسجناء، والتجهيزات الصحيه فيما يتعلق بالمواد الشامبو، مواد الصابون، ومواد التنظيف الشخصيه، ولا كذلك ترتقي الى المعايير فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحيه للسجناء والأدوية كذلك. يعني يمكن في بغداد تم إلغاء سجن التاجي، وهناك افتتاح ردهتين في مستشفيات، واحدة بالكرخ والرصافة طيب. لغرض يعني معالجة أو نقل الحالات الطارئة من السجون، وهذا أوكي توجه ممتاز، لكن فعليا باقي السجون لا زالت هناك معاناة فعليا للسجناء فيما يتعلق بتوفير المواد الطبية والعلاجات وحتى الفرق البنى الطبية التحتية على مستوى البنايات. على مستوى البنى التحتية الأغلب يعني ما عدا بعض السجون اللي تم تأهيله مؤخرا مثلا بابل وأبو غريب وغيره وغيره، لا زال هناك عدد كبير من السجون يحتاج إلى تأهيل وإعادة بناء وفقا للمعايير الدولية. إذا نتفق على أنه موضوع البنى التحتية والإطعام وحتى حالات التحقيق هي تحتاج إلى دراسة سنة. وربما تكون إلى دراسة بشكل حقيقي من قبل الحكومة العراقية. نشكرك شكرا جزيلا عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان السابق أنس العزاوي، شكرا جزيلا لك. شكرا بارك الله بك، شكرا لكم شيخ كارم. فاصل ومن ثم نواصل. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الأكارم، وأرحب بضيفي المتحدث الرسمي لوزارة العدل كامل أمين. مرحبا بك سيد كامل، وحياك الله على قناة السومرية في برنامج بعد التحري. بصراحة لم تسجل مفوضية حقوق الإنسان وحتى المنظمات إحصائية رسمية لعدد السجناء وحتى بالنسبة للسجون العراقية. بداية خلينا نعرف أنا وياك كم إحصائيتنا المسجلة لديكم كوزارة العدل، عدد السجناء المحكومين الموقوفين، وبالتالي كم سجن موجود في العراق؟ شكرا جزيلا، تحية لكم ولمشاهدي قناة السومرية. حياك الله. يعني لا توجد هناك إحصائية دقيقة، عادة الأرقام متحركة بشكل يومي ومستمر. العدد يتجاوز 50,000 محكوم، عدد الموقوفين هو محدود جدا، وهذه نقطة مهمة علينا أن نوضحها، بأنه دائرة إصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث التي أنا مديرها العام هي جهات لتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء. وبالتالي أنا استمعت إلى دكتور أنس يعني في الجزء الأخير، دائما يعني حالات الاتهام هناك خلط في أنه في وجود حالات تعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان. وزارة العدل ليست جهة تحقيق وليست جهة استجواب، طيب. هي تنفذ الأحكام الصادرة من القضاء من خلال منظومتها السجنية
الموجودة اللي تتجاوز 25 سجن في العراق في هذا الجانب. طيب هسه احنا نتفق على طبعاً انه طبعا بالمناسبه نصف هذا او اكثر من نصفه او نصفه حوالي هم متهمين بالارهاب. خلي مهام وزاره العدل تحديدا وين تكمن؟ تكمن في قضيه اداره السجون، تكمن في قضيه مثلا الاطعام، التعامل مع السجناء، تاهيلهم، شنو دوركم انتم كوزاره عدل حتى نفهم هاي الصيغه؟ يعني استنادا الى قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لعام 2018 وهو احدث قانون، مسؤوليه وزاره العدل هي اداره من خلال دائرتي الاصلاح العراقيه وهي المقصود بها الكبار اللي بعد 18 سنه، ودائره اصلاح الاحداث وهي من سن المسؤوليه الجزائيه اكمال التسع سنوات لغايه 22 سنه. مهمتها الرئيسيه هي تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانين بالعقوبات السالبة للحرية، وأيضا فيما يخص الكبار بالعقوبات السالبة للحياة. طيب هي مسؤولة عن عملية، وبالتالي هي مسؤولة عن إدارة هذه الأقسام الإصلاحية والمرافق السجنية بشكل متكامل. وهناك جهات ساندة لها وملزمة بتقديم الخدمات لهذه السجون، على سبيل المثال وزارة الصحة، وزارة التربية، ايضا وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، ايضا وزاره الداخليه والدفاع فيما يخص الحمايه الخارجيه. وهناك تفاصيل دقيقه في هذا القانون وزع المهام بشكل طيب. تفصيلي ودقيق فيما يخص. هسه المهام صارت واضحه سيد كامل، خلي اجي وياك بمناقشه المهام هذه. نجي الى قضيه اطعام السجناء، هناك ما يتحدث على انه ثلاث وجبات، هو هذا معروف وفق المعايير الدوليه، لكن يتحدثون على أن هذه الوجبات تصل إلى وجبة واحدة، وبالتالي أيضا هناك حديث عن شبهات فساد في العقود المالية. حتى يعني آخر شيء وزير العدل خالد الشواني أصدر أمرا وزاريا بسحب الصلاحيات من الجهات المعنية بالصرف المالي والمختصة بتجهيز الأقسام الإصلاحية بالمواد المختصة. هل فعلا هناك شبهات فساد وبالتالي عدم وصول الوجبات بشكل كامل للسجناء؟ يعني دعنا نتفق بأن هناك تحديات ومشاكل في ملف الإطعام كبيرة، وشخصيا أنا أتابع هذا الموضوع عندما كنت مدير عام في وزارة حقوق الإنسان، ولدينا متابعة لهذا الملف وهو ملف إشكالي كبير. طيب. مسألة تحديد شبهة الفساد وتحديد الفساد هو ضمن مسؤولية هيئة النزاهة والأجهزة القضائية، لكن دعنا نوضح الأمر للمشاهدين الكرام. ضمن مسؤولية وزارة العدل وطبقا للقانون هو تهيئة الوجبات الأطعام بشكل مستمر، وهذه الوجبات تم إقرارها بتفاصيل دقيقة من قبل مختصين ومن قبل معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة، والتي تضمن الحد الأدنى لتوفر السعرات الكفيلة يعني البقاء على الحياة فيما يخص السجناء النزلاء أو المودعين. طيب. العقد الحالي هو طبعا لا يشمل فقط السجون وأيضا الموقوفين في وزارة الداخلية، وقد يتجاوز العدد بحدود 75 ألف بين سجين وبين موقوف تابع إلى وزارة العدل. الذي جرى في الحكومة السابقة تم التعاقد، تم تحديد شركة محددة من قبل الأمانة، من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وصدر فيها قرار في الشهر الخامس عام 2021 بإلزام وزارة العدل بالتعاقد مع هذه الجهة. كان يفترض على وزارة العدل في حينها أن تدخل في تفاصيل كثيرة في إعداد العقد. تم رفع السعر، كان سابقا سعر الوجبات الثلاث 9000 دينار، الآن أصبح 10990، يعني ما يقارب 11. طيب. بالمقابل أيضا من الإشكالات الموجودة في هذا العقد بالإضافة إلى ارتفاع سعر الوجبات هو أنه هذا العقد لمدة 7 سنوات، وأيضا هناك التزامات عديدة على الشركة بضرورة توفيرها. طيب. الذي حدث طبعا هناك تفاصيل في هذا العقد فيما يخص نوعية الغذاء، على سبيل المثال استخدام المواد من الدرجة الأولى، استخدام اللحوم الحمراء والبيضاء المفحوصة صحيا. طيب. المستوردة بشكل رسمي، تحديد دائما متابعة تاريخ الانتهاء. لكن الذي يحدث أن هناك تلكؤ في تقديم هذه الوجبات بالشكل المتفق عليه كما هو في العقد، من ناحية النوعية ومن ناحية الكمية. طيب. وهذا طبعا يعني هذا ما يدفعكم، ما يدفعكم سيد كامل على أنه مع وجود، دعني أكمل فكرتي رجاء. طيب. بعد كمل. ذلك يلا كمل.
طيب. هذا التحدي موجود والإشكالات موجودة وارتفاع الأسعار وهناك تلكؤ في وصول الأطعمة بالشكل المطلوب. طيب. إذا كانت لدى وزارة الداخلية أو وزارة العدل الذي جرى نحن نتكلم اليوم عن الحكومة الجديدة وعن هناك وزير جديد صدرت طيب. التوجيهات برئيس مجلس الوزراء وبقرار مجلس الوزراء مراجعة كل العقود، والوزير شخصيا الأستاذ خالد الشواني كان أول قرار له وأول توجه وزيارة هو زيارة السجون والتركيز على ملف الإرقاء. نعم الآن اتخذت الإجراءات، تم استبدال مدير قسم العقود، تم سحب الصلاحيات من الصرف دائرة الإصلاح العراقية إلا بعد التدقيق، وأيضا هناك هيئة النزاهة لديها فريق متخصص يقوم الآن بجمع المعلومات بشكل مستمر بل يكاد متواجد على مدار الأيام في دائرة الإصلاح العراقي. في هذه النقطة سيد كامل كل الأقسام في هذه النقطة في هذه النقطة تحديدا في حال لو استكمل التحقيقات ووزارة العدل شخصت وجود تقصير وقصور في الشركة وتقديم الواجبات، هل سيتم إلغاء العقد أم علي جنبه قانونية عليكم؟ طبعا هو الشرط الجزائي موجود وهذه القضية راح تخضع إلى التفاوض، إذا كانت هناك خلل كبير في هذه الشروط قد يتخذ القرار، وهذا طبعا ضمن صلاحية الوزير ومجلس الوزراء باعتبار أصل الموضوع وإحالة إلى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء. طيب. كل الاحتمالات واردة الإلغاء، لكن يعني بعد ضمان ما هو البديل، لأن تعرف هاي قضية الإطعام يعني قضية صعبة يجب أن يوجد البديل، أو التفاوض مع الشركة بشكل جديد تحسين النوعية تخفيض الأسعار، عليهم التزامات لم يقوموا بها لحد الآن. يعني فيما يخص دخول مطابق حديثة، استخدام التقنية في عملية التغليف والتعبئة بالشكل الذي يضمن سلامة المواد الغذائية وعدم تلفها، وصولها بالكميات والنوعية المحددة. طيب. بتوقيتات أيضا يجب أن تصل في توقيتات الفطور وتوقيتات الغداء والعشاء وليست وجبة واحدة، هذه كلها تفاصيل. إذن أنتم كوزارة عدل مشخصين مشخصين هاي الحالة، السابق لم تكن موجودة. جيد. في العقد الحالي جيد سيعاد النظر وهناك عمل مستمر. طيب. في هذا الجانب نوصل النقطة أنتم كوزارة عدل شخصين وينتك من التقصير، أو عندكم قرار أو عندكم توجه لرئاسة الوزراء باتخاذ قرار معين، هسه احنا ما نعرف القرار. صح. ما بعد التحقيق من قبل النزاهة. طيب أروح الموضوع الحوانيت سيد كامل، أيضا نعم. هذه الحوانيت أسعارها مبالغ به بحيث تصل تصل المادة الواحدة من المادة الغذائية إلى سعر مضاعف عن الأسواق، شنو السبب؟ طبعا الحوانيت هي منظمة يعني بتعليمات صادرة من وزارة العدل، وهي تحال إلى متعهدين يعني العمل في البيئة السجنية والإجراءات السجنية هي ليست الأمر، يعني أنت تعلم بأن جميع السجون في العراق لديها أطواق أمنية يعني أكثر من طوقين بالإضافة إلى الحماية الداخلية اللي هي مسؤولية وزارة العدل، فعملية وصول المواد الغذائية وما يحتاجه النزيل يعني بها نوع من الجهد، لكن هذا غير مبرر بأن تكون الأسعار غالية. سيد وزير العدل الأستاذ خالد شواني بدأ الآن توجيهاته وشكل لجنة لإعادة النظر، والآن برئاسة السيد الوكيل وكيل وزارة الوكيل الأقدم لوزارة العدل في مراجعة موضوع الحوانيت، وكل الاحتمالات موجودة، والسيد الوزير يعني من خلال لقاءاتنا وياه كمدراء عامين في مجلس العدل كان حازم وجاد بمراجعة كل هذه الأمور وكل السلبيات والتي تؤشر من قبل. طيب. خلي أكون صريح وياك سيد كامل، يتحدثون على صبر. على أنه الوجبات توصل للسجناء هي مفتعلة بهذا التقصير، حتى الحوانيت تبيع هذه المواد بأسعار غالية، ما مدى صحة هذا الكلام؟ لا نستطيع أن نلزم، خاصة وأن هناك لجان يعني لجان للإطعام، بالمناسبة يعني قد يكون يعني الموضوع به نوع من الطرفة، الغذاء تحسن خلال الأسبوعين أو الأسبوع الماضي والعشرة أيام يعني بشكل كبير جدا من ناحية الكمية والنوعية، ويبدو أنه يعني الشركة متعاقد معها خاف هاي سيد يعني كامل أول هدة خاف أول هدة لأن وزير جديد ومشي مشدد وزير جديد لا
نحن جادون، أنا كمدير عام لدائرة إصلاح الأحداث يعني كتبت حول التحديات في هذا العقد منذ الشهر الأول، ولدي ملف كامل، لكن للأسف الشديد يعني لم تكن هناك استجابة من الإدارة السابقة لوزارة العدل في ملف الإطعام. الآن لا، الموضوع أنا كوني صاحب قرار وأيضا كمستفيد، جهة مستفيدة من هذا العقد، اتخذنا كل الإجراءات لحماية المال العام، وابتدأت الآن البوادر تظهر، لكن هذا لا يكفي، ضرورة محاسبة المقصرين للفترة السابقة. الحد هنا جيد، خلي ننتقل من ملف الإطعام. الإجراءات الإدارية اتخذت، عملية النقل وسحب الصلاحيات التي هي ضمن صلاحية الوزير اتخذت بشكل يعني مدروس. ننتظر النتائج سيد كامل. خلينا ننتقل الى ملف اخر، قضيه معامله السجناء داخل السجن. هناك من يتحدث على انه معامله سيئه، وبالتالي حجرهم في اماكن معينه، حالات تعذيب معينه، اكو كاميرات مراقبه، اكو لجان متابعه اسبوعيه شهريه، رصدتوا حالات، حاسبتوا؟ علينا ان اولا ان نتفق بانه البيئة السجنية بيئة تحدي وبيئة صعبة جدا، وهذه المشاكل موجودة. أنا لدي خبرة أكثر من 15 سنة وزرت سجون عديدة في استراليا وفي ألمانيا وفي أمريكا ودول عديدة، يعني البيئة السجنية ليست بيئة سهلة. علينا أيضا أن لا نخلط بين الصادر بحقهم أحكام والأشخاص الذين قيد التحقيق، هذه ليست مسؤولية وزارة العدل. إذا من وجهة نظر حقوق الإنسان، نعم لدينا تحديات ولدينا انتهاكات. حالة الاكتظاظ عندما يكون السجن أكثر من طاقته الاستيعابية 150% وقد تصل في بعض الأماكن إلى 200%، هذا ضمن أدبيات حقوق الإنسان كوني متخصص فيها، نعم هذا انتهاك. عندما لا يصل الطعام بشكل كافي إلى السجناء وكما هو نص عليه القانون، نعم هذا يعتبر انتهاك فيما يخص هذا. قد تحدث حالات فردية احتكاكات بين الحراس الإصلاحيين والمراقبين لدينا، لكن تتخذ كل الإجراءات بحقها. وعندما يتم إدخال ممنوعات نحن لا ننزه حراسنا الإصلاحيين وموظفينا، لدينا أكثر من 20,000 يعني عامل إذا على مستوى موظف أو بالقوة الإجرائية، لا نستطيع أن نضمنهم جميعهم، قد لا ينتهكوا أو لا حقوق الإنسان أو لا يدخلوا، لكن تتخذ الإجراءات. يعني استطيع ان ازودك بعدد الحراس الذين تم عزلهم والموظفين الذين تم عزلهم، المجالس التحقيقيه، العقوبات، يعني لا توجد لدي احصاء، لكن عدد كبير، خاصه السيد الوزير السابق اتخذ اجراءات سريعه في عمليات العزل واتخاذ اجراءات عمليه التنقل. ايضا في ذات الموضوع سيد كامل، التعامل مع اهالي النزلاء، اولا هم من يجون يقعدون بساحه، ساحه عباره عن تراب، وبالتالي تعامل ياهم تعامل لساعات على ما يدخلون، التعامل تعامل شويه بنوعا ما من الاذلال والاساءه. ليش ماكو ساحات استراحه لهم؟ ليش ما يكون هناك يعني اليه باستقبالهم وبالتالي ينتهون المقابله يروحون لاهلهم؟ حاله الاكتظاظ، المساحات السجنيه تم استغلالها للسجناء وليس للساحات. نحن نتكلم على سجن طاقته الاستيعابيه قد تكون 5,000، لكن به اكثر من 12,000 أو في 15,000، فلا توجد مساحات، لم يتم بناء أي سجون حديثة، يعني باستثناء سجن الناصرية وسجن بابل الذي تم حل مشكلته وافتتاحه قبل حوالي سنة ونص. الآن وزارة العدل تعمل بثلاثة طرق، وهي الحلول القصيرة الأجل، وهو من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية داخل السجن نفسه واستغلال المساحات. الموضوع الآخر هو حل الإشكالات للمشاريع المتوقفة، لدينا سجن مثلا في النجف، لدينا سجن في خان سعد متوقف العمل به، الآن الوزارة جادة في إعادة إدراجه، لدينا سجنين للأحداث، واحد في البصرة والآخر في الديوانية متوقف العمل، استلمناها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الآن جادين في إدراجها في موازنة 23 وإكمال كل النواقص وتذليل العقوبة، تذليل الصعوبات. الهدف الثالث البعيد المدى هو بناء مجمعات سجنية ومدن إصلاحية كبيرة، وهذه تحتاج طبعا إلى الحصول على أراضي وإجراءات روتين، كما تعلم هذه اللي هي دولتنا الدولة العراقية فيها روتين كبير حتى لدى المؤسسات، وبالتالي إدراجها، وهذه تحتاج إلى 5 سنوات وأكثر.
نعم الفكرة واضحة. أنا السجناء في حالة زيادة مستمرة يعني. نعم نعم الفكرة واضحة. أنا أشكرك شكرا جزيلا المتحدث الرسمي لوزارة العدل كامل أمين، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام فاصل ومن ثم نواصل. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، وأرحب بضيفي عبر سكايب النائب السابق قصي الشبكي. مرحبا بك سيادة النائب، سابقا كنت عضو برلمان وحاليا أنت أيضا مراقب، على ما يبدو مراقب جيد من خلال تواجدك بالإعلام. لحد الآن لا توجد إحصائيات رسمية لعدد السجناء في العراق، لماذا؟ يعني هذه المسؤولية مسؤولية وزارة العدل. طيب. للأسف لحد اليوم يعني وزارة العدل ونحن أيضا نجهل حقيقة من الأسباب الحقيقية لعدم إعطاء إحصائية دقيقة. هسه هم يقولون السجون مكتظة أو سجون متنوعة. طيب هو السؤال، إحنا عندنا سجون على مستوى وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، أجهزة أمنية أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع والداخلية، هاي الأجهزة كلها بسجونها كيف يمكن مراقبة هذه السجون؟ هو أكيد موجود عندهم يعني سيستم نظام إلكتروني، يعني موجود الشخص اللي يتم إيداعه في أي سجن يتم إدخاله في قاعدة بيانات. يعني إحنا عندما كنا نزور هذه السجون أول ما نطلع عليه يعني عن قاعدة البيانات اللي موجودة لدى مدير السجن، وبالتالي حقيقة صحيح الاكتظاظ يعني هو يعني يعتبر الصفة البارزة للسجون العراقية، وهذا طبعا مخالف يعني حتى للقانون اللي لقانون رقم 14 لعام 2018. طيب. هذا القانون اللي يخص النزلاء والمودعين في السجون. للأسف اليوم يعني الحكومات المتعاقبة لم تهتم بموضوع إنشاء سجون جديدة، أو هنالك السجون يعني تعرضت للتدمير مثل السجن المركزي في مدينة الموصل في بادوش. لحد الآن يعني إحنا مضى على التحرير سنوات، لكن لحد الآن لم يتم المباشرة بإعادة إعمار. طيب. هذا السجن. ولهذا اليوم إحنا هذه صارت نقطة واضحة، لا عندنا أعداد ولا عندنا نقدر نراقب كل السجون في العراق على اعتبار اكو نظام وسيستم خاص بهم. لا كنتم كاعضاء برلمان سابقا واعتقد حاليا ايضا نفس كلامكم، ماكو عندهم قدره يتابعون هذه السجون. خلي اروح وياك الملف المهم، ملف اليوم اللي تحدثوا عنه كثير قبل فتره بوسائل الاعلام، ملف اطعام السجناء. هذا الملف يشوبه حاليا كثير من شبهات الفساد، من يقف وراء ملف الاطعام في السجون؟ نعم حقيقه اليوم يعني حسب ما موجود من قوانين بأن هنالك مبالغ يعني مخصصة لكل نزيل سواء كان هو يعني تم حكمه أو الذين هم قيد التحقيق في مراكز التوقيف أقصد يعني، وبالتالي هذا المبلغ أعتقد يعني يتراوح ما بين 9000 إلى 10000 دينار لكل نزيل. طيب. لكن لو تجي للحقيقة النزيل لا يتم تقديم له يعني سوى يعني المبالغ جدا ضئيلة والنوعية رديئة من الطعام. وأيضا طبعا هذا متعلق بأمر موضوع واضح فساد متعلق أيضا بالحوانيت، يعني حتى الحوانيت اللي موجودة في السجون حقيقة هذه الحوانيت يعني تبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مضاعفة، يعني أسعار يعني ثلاثة يعني في ينظرون في ثلاثة بصراحة. زين يعني أكو ترابط يعني ما بين إذا مادة سيد قصي دينار ينباع ب3000. أكو نعم. ترابط ما بين إفشال عقد إطعام السجناء هسه أو التلاعب به من خلال شبهات فساد مع ارتفاع أسعار الحوانيت على اعتبار هنا ماكو أكل وهنا يروح يضطر يأخذ من الحانوت بأسعار مبالغ بها. نعم هو أكيد العلاقة واضحة، أنا شخصت هذه العلاقة. وإحنا كنا عندما كنا نسأل يعني ايضا المواطن يعني اعتقد يعلم بهذه المعلومه بانه اليوم السجين يعني يكلف عائلته مبالغ كبيره جدا لانه بسبب سوء الطعام، وبالتالي هو يضطر يعني يقوم بشراء المواد الغذائيه والطعام من هذه الحوانيت، وبالتالي اعتقد هو اكو ترابط ما بين مساله الاطعام المركزي وما بين البيع في الحوانيت. طيب أروح النقطة أخرى، إدارة السجون يتحدثون هسه مرة نزلاء ومرة أهالي النزلاء، المعاملة تبدو ليس بالشكل المطلوب وفق المعايير الدولية، هناك اكتظاظ وهناك ربما بعض القضايا تخص عمليات حتى في إجراء التحقيق، وأيضا العوائل
قاعدة برا بالشارع بساحات تنتظر، وحتى الأكل يجيبونه يقاسمونه بالنص، أكو أموال. شخصتوا من خلال وجودكم بالبرلمان السابق هكذا حالات فعلا موجودة؟ أكيد، يعني اليوم يعني لا يطبق أبسط معايير الدولية طيب في موضوع التعامل مع السجون نهائيا بصراحة. يعني في كل فقرة من الفقرات اللي تفضلت به، سواء في موضوع الاكتظاظ اللي موجود المهول بصراحة في السجون، سواء من حيث الإطعام، سواء من حيث إخراج السجناء إلى التشميس إلى أماكن الهواء الطلق، سواء في موضوع الصحي والتعامل في الحالات المرضية اللي حقيقة ينتشر في داخل السجون، حالات الجرب والربو وغيرها من هذه الأمراض. إضافة يعني إلى حقيقة يجب أن أوضح نقطة مهمة بصراحة، وهي اليوم أيضا نسمع عن موضوع حالات التعذيب اللي موجودة في السجون. حقيقة يعني أكثر الحالات ليس في السجون، يعني تعرف اليوم أي شخص متهم عندما يتم محاكمته ويتم إيداعه للسجن المركزي لا يعني لا يكون عليه تحقيق، يعني وإنما هو محكوم بعشر سنوات أو مؤبد أو أي عدد من السنين، لكن التحقيق يكون في مراكز التحقيق التوقيف. هنا حقيقة يتم ربما هو المقصود أيضا المقصود حالات العقوبة، حالات العقوبة داخل السجن المركزي، هسه مثلا خالف لقضية معينة لقانون معين، أيضا حالات العقوبة حالات قاسية لا تناسب المعايير الدولية، هذا المقصود بها. يعني هاي حالات فردية، احنا لاحظنا هذا الشيء طبعا عندما كنا ندخل في أي زنزانة موجود بها السجناء نسأل، طبعا موجود عليهم مراقب، وبالتالي حتى هؤلاء المفقودين بصراحة يعني لا يتحدثون، لا يعني يخافون من مسألة المحاسبة والعقاب ما بعد زيارة أي مسؤول، سواء مسؤولين حقوق الإنسان أو أي مسؤول آخر، بالتالي لا يعني يتجرؤون في الحديث عن تفاصيل ما يحدث داخل السجون. هذه الحالات موجودة، لكن أكثر حالات التعذيب بصراحة في مراكز التحقيق. طيب الأولية سيد قصي، الموضوع ماشو بنوع من الحيرة، كان قبلك ويانا المتحدث باسم وزارة العدل السيد كامل أمين، وأيضا قبل كان أحد أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، الكل يتحدث على وجود حالات تعذيب، بل أعلى سلطة في البلد هو اللي أنتم كنتم سابقا أعضاء برلمان أو الجهة التشريعية والرقابية، تقول أكو حالات غير مطابقة للمعايير الدولية، سواء في الإطعام، في المعاملة، في الحوانيت إلى آخره. المشكلة من يعالج هذه المخالفات؟ لا وزارة العدل تقدر ولا البرلمان يقدر يتدخل، منو؟ منو؟ حقيقة اليوم البرلمان يعني موجود قوانين ينظم عملية يعني إدخال وإخراج وعملية تنظيم يعني الأمور الإدارية في داخل السجون، وأنا تحدثت عن هذا القانون اللي تم تشريعه في عام 2018 طيب. قانون رقم 14، لكن المشكلة بالتنفيذ بصراحة، مشكلة بالتنفيذ وبالأدوات اللي يتم استخدامها، يعني لا يتم اتباع الأساليب الحديثة في أو الأساليب العلمية في انتزاع الاعترافات والاعتماد على الدلائل والقرائن والشهود والكاميرات المراقبة. لا حقيقة اليوم يعني القسم من ضباط التحقيق يعني يلتجئ بشكل يعني على الطريقة القديمة بموضوع الانتزاع الاعتراف بالتعذيب وأساليب حقيقة هي مخالفة للشرع وللقانون أيضا، لكن للأسف احنا أيضا بصراحة الخلل أيضا يعني يجب أن نتحدث بصراحة، هناك خلل أيضا في الجانب التشريعي طيب. والرقابي يعني اليوم ايضا يجب ان يعني بصراحه يكون هناك رقابه على اداء هذه المراكز الايواء والرقابه. من منو؟ من منو سيد قصي؟ من قبل اولا البرلمان اللي يعتبر اعلى سلطه رقابيه طيب. اضافه الى الجهات القضائيه النزاهه وغيرها من الجهات اللي هي ايضا مسؤوله عن محاسبه الجهات التنفيذيه عن التقصير في أدائها طيب. وعملها. قبل لا أروح توجه حكومة السيد السوداني بفتح هذا الملف ووضع عميل خاص، خليني يعني وياك أتحدث من خلال عملك في البرلمان العراقي وزيارتك إلى السجون العراقية، أكثر حالة لفتت نظرك أو قصة لسجين لحالة من حالات الإطعام، حالة من حالات عدم المعاملة السيئة؟ حقيقة الحالات موجودة عديدة، وحقيقة قسم من الأمور يعني بشعة، خصوصا عندما نتحدث عن
التعامل مع النساء السجينات اللي موجودون في السجون. يعني كنا نسمع قصص، لكن عندما دخلنا يعني حقيقة شفنا أمور يعني فظيعة. إضافة مثلاً إلى سيد قصي، مثلاً شمر عليك حقيقة بعض القضايا لا يمكن التحدث بها بالإعلام بشكل مباشر، لكن هناك حالات يعني ربما تعدي على الأعراض موجودة في بعض السجون، وهذا كان حقيقة تم تشخيصها من قبل العديد من المسؤولين عبر الفضائيات. ويعني الابتزاز، حالة الابتزاز لبعض النساء اللي يتم إيداعهم في السجون من قبل القائمين، بعض القائمين طبعا أنا لا أعمم، بعض القائمين على السجون. ملف الإطعام حدث ولا حرج بصراحة، يعني دائما الطعام اللي كنا نطلع عليه هو موجود، يعني مثلا الرز التمن، لكن نوعية الطبخ بحيث أي مواطن ما يستطيع يعني بصراحة يعني تكرم الحيوان ما يستطيع أن يأكل هذا الغذاء. طيب. كيف بالبشر؟ فبالتالي يعني النزيل يضطر إلى أن يعني يقوم بشراء المواد البسيطة من الحانوت. طيب، ملفات الفساد اللي فتحوها مؤخرا على قضية الشركة المتعاقدة لإطعام السجناء، من خلال متابعتك شوفها فعلا بها شبهات فساد وبالتالي تحتاج إلى إعادة النظر؟ أنا أعتقد مو شبهات وإنما فساد موجود. يعني وأي شخص يعني يقوم بزيارة هذه السجون يلاحظ هذا الأمر. يعني اليوم المبلغ 9000 دينار أو أقل أو أكثر، يعني هل يتم صرفه بشكل كامل؟ يعني المبلغ ليس بالقليل بصراحة. يعني حتى مسألة الماء، يعني إحنا دائما نلتقي مع حتى بعض اللي ينهون حكمهم ونلتقي معهم بعد الإفراج عنهم، فبالتالي أيضا يتحدثون بهذا الموضوع، موضوع كمية الماء اللي يتم تزويدهم بها الوجبة الصباحية. يعني دائما شوف، أنا لاحظ بأنه دائما كانوا يؤخرون الوجبة الصباحية إلى تقريبا الظهيرة، وبالتالي يعني هو الغرض، الهدف بأنه يعني يحاولون يقللون أو يقننون من كمية المواد اللي يتم تقديمها للنزيل. طيب، وأعتقد هذا الموضوع. أريد صراحتك يعني شوية سيد قصي، أريد صراحتك، أكو جهة أو حسنا نقول حزبية سياسية أو شخصيات متنفذة وراء هذه العقود، لو هي وفق مناقصات ويصار ما صار؟ حقيقة اليوم لا يخفى على أحد بأنه العراق نظام الحكم مبني على المحاصصة، وبالتالي الوزارات كانت ولا زالت يعني يتم تقسيمها على أساس المكونات الحزبية، وبالتالي أعتقد يعني أحد مصادر التمويل للأحزاب عن طريق يعني عن طريق الوزارات اللي موجودة في أي وزارة من الوزارات. طيب، فأعتقد هذا الأمر واضح، ما لا يحتاج إلى الأمر صار واضح. طيب، في سؤال أخير، توجه السيد السوداني لفتح ملف السجون وقضية الإطعام وقضية حالات التعذيب وحالات إدارة السجون، هل تعتقد أنه السيد السوداني قادر على وضع النقاط على الحروف في هذا الملف؟ بشكل مختصر سيد قصي. يعني أكيد هي حقيقة مبادرة جيدة من السيد السوداني أنه فتح موقع إلكتروني وعين خصص يعني مستشار لحقوق الإنسان ليتابع هذا الملف، لكن أنا حقيقة يعني أقلل من مسألة يعني تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع لأسباب عديدة، من ضمنها بأنه أغلب الذين يقدمون الشكاوي لا يمتلكون الأدلة على عمليات الانتهاك اللي يحصل ضد أي نزيل، وبالتالي يقدم صحيح وهذا الأمر موجود، لكن المشكلة في الدليل. يعني إذا ما موجود أدلة حقيقة أكيد أي طلب يرفع إلى مكتب رئيس الوزراء سيكون مصيره الإهمال. ولا يتم حتى التحقيق به، لأنه أي موضوع يحتاج إلى أدلة وقرائن ودلائل. البت في عمليات التحقيق اللي انتزاع الاعترافات بالتعذيب، يعني يجب أن يكون هناك أدلة يقدم إلى مكتب رئيس الوزراء. أنا أشكرك، شكرا جزيلا النائب السابق قصي الشبكي، شكرا جزيلا لك. قصة من قديم الزمان لعبرة في حاضر الأيام. جاء ثلاثة متقدمين لوظيفة فسألهم المدير 2+2 هل يساوي 5؟ الأول أجاب نعم يساوي 5، أما الثاني إذا أضفنا لها 1 تساوي 5، الثالث قال خطأ فهي تساوي 4. بعد الاختبار أعلنت النتائج، قبل المتقدم الأول والثاني ورفض الثالث، فتعجب نائب المدير وقال للمدير لماذا رفضت الثالث؟
فرد قائلا: الأول كذاب وهذا النوع مطلوب، والثاني ذكي وهذا النوع مطلوب، أما الثالث صادق وهذا النوع يصعب التعامل معه. فسأل المدير نائبه: والآن هل 2 + 2 = 5؟ فقال نائبه: مثلي لا يستطيع تفسير قول مثلك. فرد المدير: وهذا النوع منافق وهو مطلوب. فالعبرة هنا واقع مؤلم أن نرى فيه كل لص مرفوعا، وكل تافه مرموقا، وكل شريف مكسور. بعد التحري انتهى، إلى اللقاء.